واحد من أشهر المطاعم المندي بالنجف هو حضرموت، وبنفس الوقت يعتبر من المطاعم القديمة واللي يفتخر بالكوادر اليمنية. مبدئيا هذا المطعم الوحيد اللي متأكد منه في حال إذا رحت أو أصلا أنت مجرب الأكل يمه ولازم تطلب تمنع وازه، والسبب الأكل عندهم تحفة من كل النواحي. أكثر شغلة أنصحكم تجربوها عندهم هي الكبسة، أطيب كبسة جربتها بالنجف من بين المطاعم اللي مرت عليها، مع العلم أسعارهم ما بيختلف عن الباقين. أما في حال إذا تحب تجرب المندي راح تجرب في شيء مختلف، وهذا الشيء يعجبني بحضرموت. المسألة مو مسألة تكرار، الأكل عندهم مختلف من باب التتبيلة. المسألة الأخيرة، ما أعرف شنو الربط بين المندي والطماطة، كل ما نطلب منهم لازم نطلب طماطة، هم مجربين هذا الشيء لو لا؟ باختصار التجربة كانت تحفة، بس الشيء المزعج بهذا المطعم هو المساحة كلش صغيرة، وأغلب الأوقات لازم تنتظر في سبيل تحصل مكان. بعد ما تأكل وتخلص شايك على حساب حبي أنا وهي من النجف شارع الروان. يعني تم العوازة حتى الراوش حتى ما تزعل المعدة. صار تجربتين هسه تم الأصفر.